السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم تتناول عن كيفية تعريف برنامج الأركسوات اللي أنت منصبه على حاسبتك على بياناتك الخاصة بالوذر داتا. أول شيء حتى تعرفه لازم عندك برنامج هو من نفس سوات، اسم هذا البرنامج الوذر جنريتر داتا أو الأي بالضبط الوذر جنريتر داتا. تقدر تحمله، أكو جروب خاص على السوات، سوات وذر داتابيس موجود على جيميل، فأنا راح أترك لك اللينك مال الجروب هذا فوق. مجرد ما تدخل به راح تنزل تلقى هذا الرابط، تضغط عليه مباشرة راح يتحمل عندك الملف بالأسفل، مضغوط الملف راح يتحمل مباشرة، يتحمل إليك هنا وراح يصير هنا. مجرد إنه ما هذا تنزل هنا تحمله تلقاه موجود هذا من هذا الرابط. هذا يقول لك هنا انه the SWAT weather database tool along the documentation، يحتوي على الدوكيومنتيشن وعلى التيبلز، تقدر تحمله من هذا اللينك مباشره، تحميله كلش بسيط تمام عيني يتحمل ويصير لك بالاسفل هنا. هسه بسبب شاشه العرض ما يبين ما هو موجود. بعد ما تحمله من هذا اللينك، انا راح اترك لكم هذا اللينك ان شاء الله حتى تحمل من عنده، راح يصير الملف عندك مضغوط بهذه الصيغه، بهذه الصيغه. أنا حملته موجود الملف بهذه الصيغة، راح يكون عندك الملف هنا. أنا هنا سويت فولدر سميته الوذر جنريتر داتا مختصرات أول حرف من كل كلمة، فهذا الملف راح يصير لك بهاي الصيغة مضغوط يجيك سوات وذر داتابيس في مع هذا الرقم وياه هذا الشكل. راح مجرد ما أنت تقول افتح لي، مجرد ما أنت تضغط هسه لو خليني الغذني حتى انه تعرفها، ديليت ديليت ديليت. اول شيء من راح تفك الضغط مالته، يعني هسه انا لو سويت فولدر جديد هنا بداخل هذا الفولدر، هنا انا سويته، خل اكتب مثلا anything، اخذ البرنامج اقول له كوبي، اخلي بداخل البرنامج داخل الفولدر اللي سويته حاليا فتحته. هسه تلقائيا راح اقول له اكسترا هير، راح يفك له الضغط مالته هنا، حتى ما تتاكد انه من يفتح لك الضغط شنو الملفات اللي يحتويها. اوكي هاي سويت له اكسترا هير، لاحظ الملفات اللي راح يفتحها لك خاصه به، لاحظ لازم يحتوي على دوكيومنتيشن ويحتوي على تيبل ويحتوي على الاكس انبوت، هذني الثلاث قيم الخاصة به تمام عيني. هذني الثلاث قيم لازم يحتويهن هذا ويحتوي على البرنامج الأصلي اللي هو الوذر داتابيس. احنا شو الغرض من عند هذا النصبه وكذا حتى نعرف احنا يعني البديهية الرئيسية من عنده؟ الغرض من عنده هسه لو نخفي هذا، انه نروح ندخل هنا، ندخل على السي، نروح على سوات برنامجنا ارك سوات، اروح على الداتابيس داتابيس 2012 اللي هي بالسوات، اروح على خيار، اكو خيار اسمه الوذر جنريتر داتا يوزر، هذا من ادخل عليها ما معرف ليها، فاني اريد اعرف هاي البيانات الخاصة بي هنا حتى البرنامج يعرفها، ما ينطيني اشارة ان يعني اكو فد خطأ ينطني البرنامج انه اذا ما انا معرفه هنا. فلازم بالبداية اعرف البيانات اللي عندي قبل ما استدعيها ببرنامج سوات من افتحه. واحنا وصلنا كملنا الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، وصلنا الى الوذر داتا، فانا لازم اعرف هاي البيانات. اوكي شنو الخطوات حتى اعرف البيانات وتكون سلسة وسهلة وما انه اخطأ بيها؟ قلنا البرنامج يتنصب هذا الشكل، اروح على الوذر داتا بيس اضغط عليه اللي هي بشكون بشكل ملف اكسس تمام. بعد ما ضغطت عليها هنا هسه راح تفتح لك تكون بهذا الشكل عادي، اي مايكروسوفت انت منصبه. شو تسوي قبل ما هذا؟ روح قل له من هنا قل له انيبل كونتاكت، مكنني من ال اوكي. هسه تروح على اول خيار، شو يقول اول خيار؟ يقول مانج ستيشن داتا بيس ديرلي الستيشن. طبعا شو يطلب من عندك؟ يطلب من عندك الستيشن والستيشن نيم، اسمها كأن انت مسميها كأن تكون 1 2 3، او اذا تعرف انت اسماء المحطات الفعلية اكتب اسماء المحطات واللاتيتيود واللانجتيود والاليفيشن، بس مو منا تحملهن،
مو لنا. اكو محاضره سويناها احنا بالسوات اسمها هاو تو بريبير الويذر داتابيس، خلينا نجي عليها. اوكي ست، وين تقصدين هسه؟ اذا رجعت اني هنا، رجعت اني هناي، هذا الاكس بلانت، هذه الستيشن، هاي الستيشن، عفوا هاي الستيشن هناي، خلينا الستيشن هاك نروح، هاي الستيشن، خلينا عفوا، هنا أنا هسه المدخلات، هذني، هاي المدخلات، هاي الستيشنات الخاصة بي، هاي هنا الستيشنات الخاصة بيك، هسه لا تروح حتى تبينها، البيج لاي اوت. left to right. هاي الستيشن اريد نعدل اللاتيتود واللانجيتود والاليفيشن. طيب ست الاليفيشن منين نجيبه؟ مرات انا يعني عندي فقط لانجيتود ولاتيتود. الاليفيشن تعلمناه بالمحاضره اللي اسمها هاو تو ايفالويت اللاتيتود باستخدام برنامج جي بي اس فولزايدر، تلقيه ضمن محاضرات اليوتيوب وضمن سلسله الارك جي اي اس. فهسه مجرد ما انه انا هذا الاكسل استدعيه لمن؟ استدعيه للبرنامج. شلون استدعيه للبرنامج؟ فهسه انا بشكل مباشر عندي الستيشنات والستيشن كود واللاتيتيود واللانجيتيود وكذلك الاليفيشن او يسمون التيتيود. تمام عيني؟ هسه اغلق الحساب يعني الستيشنات من هنا حتى تتاكد انت من مكان خزنهن وين حيصير؟ يصير ضمن المدخلات اللي موجودات هنا. تروح هسه انت على البرنامج ما اللي فتحته قبل شويه، هذا البرنامج يطلب من عندك هاي المعلومات، شو تسوي؟ تحمل ملفك الاكسل اللي مسويه انت مسبقا، قلنا بالمحاضره اللي سوينا بيها هاو تو بريبير الوذر داتا للارك سوات ذاك بيكون مفصل بشكل كامل. اروح حسان الما، اروح للدي مكان الخزن، وين انا خازنت الملف اللي خاص بالوذر، استدعيهم هنا، استدعي شنو؟ الستيشنات، هذا الستيشنز استدعي، استدعيته حتى تتاكد من التحسابات هو المستدعي صح او لا، يعطيك هاي النتائج، يقول لك انه انت ستيشن كود مسمينها الاسم، ستيشن نيم، وكذلك اللاتيتيود واللانجيتيود والاتيتيود او الاليفيشن هذول. العفو، عذرا، الستيشن ديسكربشن والاذر انفورميشن يعني نوت نسيسري انه انا لازم اوضحهن كلهن. طيب هسه كملت الحاله الاولى، هسه شنو اسوي انا اذا كملت الحاله الاولى؟ اروح على الحاله الثانيه اللي هي خاصه هسه انا خلصت من هنا، فاقول له مثلا شلون وكانه كلوز ويندو، فهسه راح يغلق لي الحاله الاولى انا من هنا. تمام؟ اروح عليه من على الحاله الثانيه اللي هي وين من هنا هسه. لاحظ من هنا اقول له كلوز ويندو، فهسه خلصت الحاله الاولى، حمل لي الستيشنات، اروح على الحاله الثانيه اللي شو اسمها؟ مانج اداره الوذر داتابيس. هسه اجي على الوذر داتابيس، تمام، اختار انا ايش عندي بالوذر داتابيس؟ عندي خمس عناصر مناخيه يحتاجها السوات، الهيوميديتي، اختاريت النوع الاول، اروح احمل الملف الخاص بي منا، اضغط وامشي على نفس المدخلات واحمل الملف الخاص بي اللي هو هذا خاص بالهيوميديتي، هاي الهيوميديتي هنا حملناها. بعد ما حملناها لاحظ بالاسفل لو تلاحظ هنا اكو فد شريط قليل مبين، يقول لك اكسبورتنج، يحمل الملف ده يحمله بشكل كامل الى الاخير. لاحظ اذا تنتبه هنا وين انا مؤشر السهم بشكل نهائي بالاسفل، تلاحظ هذا التحميل اللي باللون الاسود او الرصاصي بشكل كامل ده يكون انه يكمله للاخير. معناها شنو؟ معناها ده يحمل لك النوع، عشان ما اقدر اضغط اختار نوع ثاني الا يكمل هذا النوع، ويقول اوكي كمله، يلا اختار العنصر الثاني من عناصر المناخ. هسه هنا خلصت، يقول لك هسه شوف طاق خيار، افعل الخيار، سلكت الوذر داتا، اختار لي بيانات ثانيه. هسه راح احاول انزل هاي الاسفل حتى تكون واضحه امامكم، ان شاء الله اتمنى هسه تكون واضحه. هسه نختار العنصر الثاني، خلصنا الهيوميديتي الرطوبه النسبيه، تمام عيني، نختار العنصر الثاني اللي هو السقيط. بعد ما اختاره اضغط على هذا الخيار، اروح احمل السقيط اللي انا مكملته بشكل ملف اكسل. اي احد يسالني شلون حضرت البيانات بشكل ملفات اكسل يرجع للمحاضره الخاصه هاو تو بريبير الوذر داتا فور اركسوات. تمام عيني؟ هسه راح نعرف بيانات الوذر داتا للاركسوات قبل ما نستخدمهم ببرنامج الاركسوات نفسه. هسه لاحظ هذا بالاسفل، لاحظ
ده يكمل يقول لك امبورتنج، ده انه يكمل لك الاكسبورت مالته ويدخل لك اياهم. لاحظ هنا شلون ده يقول لك اياها للاخير الى انه يكمل التكميل التحميل الخاص بي بالاخير، راح يقول لك سلكت اختار لبيانات ثانيه. لا تلاحظ هسه هنا كمله، هسه اكو تغيير يصير بسيط بالشاشه وكانه انا انهيت هذا الموضوع. السلر راديشن الاشعاع الشمسي بعد ما نختاره نضغط ايضا على هذا الخيار وكذلك نختار السلر راديشن وراح يستمر. تلاحظ هنا بالاسفل هنايا ثم تلاحظ انه يحمله الى ان يكمل الاخير وهكذا الى ان تكمل انت كل العناصر المناخيه. بعد ما كملنا السولار راديشن هسه نروح نختار العنصر اللي بعده اللي هو بعد من التمبرتشر والويند سبيد. طبعا التمبرتشر تشمل الاثنين العظمى والصغرى الماكسيموم والمينيموم، نطلبهم اثنيناتهم برنامج سوات. هسه نختار التمبرتشر، لاحظ من احمل الملف اروح على التمبرتشر اختاريته، لاحظ انه هنا ايضا دا يحمل لي التمبرتشر الخاصه بالبيانات. يقول لك هنا لاحظ امبورتنج انه دا يسوي شلون عملية تعبئة او تحميل للبرنامج، راح يسويهن على شكل ملف اكسل يخرج لي اياهن بعدين واستدعيهن للارك سوات الى هي الداتابيس الخاصة بالارك سوات ضمن البرنامج ضمن السي. هسه بعد ما كمل لي التمبرتشر اخر عنصر مناخي متبقي هو الويند سبيد سرعة الرياح، راح اختارها الويند سبيد. بعد ذلك احملها اسويها اكسبورت هاي الويند حملتها، ايضا ننتظر تتحمل بالاسفل. لهنا نقدر نقول انهينا اثنين امور الستيشنات، والحالة الثانية سوينا مانج للوذر داتابيس. هسه ننتقل للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة بهذا البرنامج شو تقول؟ وقلنا احنا سبق ونوهنا هذا البرنامج الا تحمل الملف المضغوط، الا تحمل الملف المضغوط. طيب الملف المضغوط شلون احمله؟ اللي سويناه لكم حاليا ضمن هذا الملف المضغوط، من تفك الضغط مالته تطلع لك هاي الملفات الخاصه اللي لاحظ هنا، هي هذا الملف المضغوط الخاص هنا تمام عيني. انا حتى للامان راح اخليه هنا هاي الخاصات كلهم بالمدخلات هنا بيست تمام. هسه تنزل وقلنا من نحمل لينك التحميل راح اتركه لكم اني. هسه كلوز ويندو غلقت النافذه الثانيه، هسه انهينا اثنين نافذات، نروح على النافذه الثالثه ارك سوات انبوت تكست وذر فايل، يريد من عندك انه تكست وذر فايل. هسه بعد ما انا دخلته طيب يطلب من عندك يقول لك اسوات يا فيرجن انت تشتغل عليه، تروح على السي مالتك تشوف يا فيرجن النصب، انا النصب 2012 فاختاره. يقول لك الوذر داتابيس شنو هي؟ تدخل وحده وحده، هسه مثلا عندنا هيوموديتي دا اقولها كرييت كتكست فايل، فهسه سوالياها كتكست فايل، حتى عنصر عنصر راح يمشي عليها. هسه خلصنا النوع الاول، اروح عفوا بس مجرد وقت حتى انه نحملها يسويها كتكست فايل. انا شويه ملفات ثقيله انه نوعا ما الداتا اللي مدخلتها ضخمه لسنوات كثيره والستيشنات ايضا كثيره فممكن تاخذ يعني جاست تايم. فبعد ما ننهي هذه الخطوه مجرد تاخذ وقت، انا مع كل تحميل على ما يكمل التحميل مالتي بيسوي لهم جنريت للارك سوات بهذه الصيغه، يقول لك لاحظ سكسس نجاح دوين فايل كرييتيف، انشا الفايل الاول يعطيك ملخص عنه انه كذا وهو عباره عن 16 وذر ستيشن وهاي الداتا فيل الداتا فولت او الفايل الخاص. اقول له اوكي هسه اروح انتقل للملف الثاني يا هو السقيط، ايضا اقول له انشا لي، ايضا راح ياخذ وقت. لاحظ مع كل عنصر مناخي راح تاخذ هذه الامور. هذا يقول لك هنا لاحظ creating file ده ينشأ لك الفايل، بليز ويت انتظر الى ان يعطيك هاي العباره مال سكسس دون، يلا انت تنتقل للخيار اللي بعده. احنا مجرد راح نسوي توقفات بسيطه بالفيديو حتى ما يطول وقت الفيديو
مجرد كل ما تكمل خطوة نشوفكم ياها إن شاء الله. هسه تلاحظ إنه مجرد توقيف بسيط نعطاني سكسس العنصر الثاني. هسه أقول له أوكي، أنتقل للعنصر اللي بعده وهكذا إلى أن أكمل كل باقي العناصر. أقول له created doing، هاي انتهى، هاي الدون نقصد بها أو اللي قبله. هسه هنا أيضا دي يقول لك creating file please wait، مجرد راح أكملهن. أيضا كل فيديو نسوي توقف لأن حاليا كملنا هسه هذا العنصر، نرجع بعدين نختار العنصر اللي بعده اللي هو الكامبريتشر. أقول له أيضا created arc swap text file، بدأ يسوي له created. ننتظر أيضا يكمل الكريتد الخاص بالتمبريتشر. والآن أمامنا فقط العنصر الأخير اللي هو الويند سبيد، أختاره وأسوي له كريتد أرك سوات تكست فايل. حاليا كملنا كل العناصر المناخية، بعد ما كملناهن نغلق من هنا كله كلوز ويندو. خلاص هسه العنصر المطلب الثالث نروح على السوات وذر جنريتر ستاتستيك، نضغط عليها ليقول لك سمي لي الوذر جنريتر فايل النيم وطيني الامتداد اللي خاص بالاوتبوت. فهسه اذا احنا بدنا نسميه مثلا دبليو جي ان دي، الفايل نيم شنو هو تلك امتداد العفو. فهسه اقول له XLX calculate الوذر جنريتر داتا، فهسه بيعطيك هنا calculating الوذر. هنا تلاحظ هنا نهاية المستطيل بيعطيك الحسابات من هنا. تلاحظ هنا بالاسفل دي يحمل الملف مرة مرتين بالاسفل، لا تنتبه هنا فشوية ياخذ وقت. فعلى ما يخلص مجرد عملية التحميل سوي استقطاع للفيديو حتى ما يكون كلش طويل، لان هاي الفقرة تاخذ وقت شوية. لاحظ بعد ما يكمل تلقائيا العملية الخاصة بي ادي يقول لك success doing الفايل created كوذر جنريتر داتا بهذه الصيغة، تقول له اوكي تمام. هسه لا رأسا بنفس اللحظة يفتح لك ملف اكسل يعطيك بي الستيشنات الخاصة بيك ويعطيك بي هاي المعلومات اللي هي الخاصة بيها. هذا يقول لك هنا رين يير مثلا دا يمشي على 10 سنوات 10 سنوات تمام عيني. هاي التمبرتشر الماكس المينيمم، هاي التسميات هاي خاصة شلون تقول احنا سوات كود تمام عيني. فهسه هاي الملف هو رأسا تلقائيا يفتح لك اياه. نلاحظ هذا الملف الى ان يكمل للاخير. طيب شنو هاي الاسماء اللي هنا؟ هاي خاصة بالسوات كود، ان شاء الله لهاي نسوي لها محاضره خاصه بها نعرف هاي التسميات شو تمثل، وهي هي موجوده بالجايد لاين الخاصه بالوذر داتابيس هاي شو تمثل لنا البيانات. فهذا اللي لاحظه سلاحظ هنا هذا للصقيل بي سي بي، هناك كان للتمبرتشر يمشيها على كذا ستيشن، واحنا عندنا عدد من الستيشنات. هسه يمشي هنا للصقيل، بعدين بعد الصقيل البي سي بي المن، وهكذا الى ان يكمل كل باقي البيانات. نلاحظ هذا تلقائيا هو يفتح ملف الاكسل. فهسه الخطوة اللي بعدها شنو نسوي؟ هاي الخطوة كلش مهمة. هسه نشيك ملف الاكسل اللي نزلناه، نرجع اول شيء اهم شيء نشيكه هو الرانير، يعني عدد السنوات مال احنا شلون نقول احنا السنوات الخاصة بالدراسة ايش قد كانت. هو دا يقسم لك اياها تلقائيا على 10 بكل الستيشنات الموجودة عندك لاتيتود لانجتيود. اوكي تجي انت تتأكد هل هي 10؟ انت ايش قد كانت سنوات دراستك؟ الحافظهن انت اوكي، ما حافظهن تروح تفتح الملف الخاص بيك، تفتح اي انبوت من الداتا، تشوف انت كم سنة مدخل، تروح على الهيوميليتي، من يا سنة ليا سنة، انا دراستي كانت تقريبا 36 سنة، بغض النظر من يا سنة ليا سنة، المهم كامل 36 سنة، من كذا سنة إلى كذا سنة، فأنت تتأكد كم سنة دراستك، 10 سنوات، 5، 6، 7، غيرها، هو يرتب عندك عدد السنوات، تمام؟ فانت اذا عدد السنوات الناطق يا هنا صح كان خير بها، خطا تروح تغيره. هنا انا هسه انا لازم اغير كل الارقام اكتب مكانها شقد 36 سنه تمام، وامشيها على كل الخطوات على كل الستيشنات
كانت دراستي هي لستة وثلاثين سنة، آخر سنة دخلتها هي سنة الواحد وعشرين، فهسه راح أغير كل هذه السنوات أسويهم ستة وثلاثين سنة. حالياً أتممنا أول مثل ما نقول خطأ صححناه موجود بالأكسل، كان عدد السنوات اللي هو مقترحها أو نعطيها عشرة، أنا كنت مدخلة ستة وثلاثين سنة، تمت هذه المهمة الأولى. نرجع حتى نشوف هاي الملفات اللي قبل شوية اشتغلناها وتكست فايل وكذا، وين انخزنت بالضبط؟ أنا أي ملف فتحته؟ فتحت هذا الملف اللي كان موجود هنا، فهنا سوالياهن تلقائياً وحده هو على شكل فولدرات. فهسه إذا رحت فتحت أني الفولدر الخاص بالهيوميديتي، مجرد ما أضغط عليه أنا كانت عدة 19 ستيشن، لاحظ وكل الدام جتهن قسم لياهن على شكل شنو؟ 19 ستيشن، كل ستيشن وهنا جامع لياهن سوية، كل ستيشن من هاي الستيشنات دا ينطيني بها البيانات مال 36 سنة، كذلك انتقل للسقيط وكذلك للستلر راديشن أيضا، قسم لياهن وبعدين جامع لياهن وحدة كلهن بيهن والسنوات لستة وثلاثين سنة، وهكذا لخمس عناصر مناخية. هسه بعد ما تعاين مجرد حتى يعني إذا أحد يسأل قبل شوية إحنا اشتغلنا وكملنا بالبرنامج، هاي البيانات اللي اشتغلناها وين راحت؟ تمام؟ هسه نروح على الملف الأكسل اللي عدلنا عليه، نضغط كل هذه البيانات، أرجع لهنا شلون أسوي لها سلكت هاي البيانات من هنا، أسوي لها سلكت كلها. كل هالاختيار هذا اسوي له سلكت اني تلقائيا اسلك كل هاي البيانات الى للاخير كلها تدخل لازم كل البيانات مع كل الستيشنات اللي عندك تتاكد من عندها مره مرتين خاف يكون كولوم ما داخل من عندهم اي احد يسال فوق يقول شنو هاي الرموز شلون اعرفها اني تلقائيا يقدر يرجع للهاي الاخير فما تاثر ذني هسه اروح على هذا الملف تلقائيا كليك ايمن اقول له كوبي اللي انا سلكته كله تاكد من عده مره مرتين ثلاثه خاف اني يعني مثل ما نقول هامله كولوم معين ما حاسبته او صف بعد ما تاكدت ان الكل داخل للاخير هاي الكل داخل لهنا هسه اروح افتح الملف الخاص من السي اروح للسي اروح على سوات اروح على ارك سوات ارك سوات داتابيس نروح للارك سوات بعد الارك سوات نروح على الداتابيس بعد الداتابيس نروح على السوات فيرجن يا فيرجن انت تشتغل عليه 2012 تلقائيا راح تلقاه منصب راح يطلع يظهر لك بشكل ملف اكسس تلقائيا يفتح لك البرنامج تروح على خيار وذر جنريتر داتا يا هي يوزر وذر مو الوذر جنريتر داتا فيرست اوردر وغيرها هاي تقريبا ما خاصه بالدول العربيه اغلبها خاصه بال يعني القاره الاوروبيه او اتوقع امريكا امريكا الشماليه كندا استراليا فاحنا اللي يهمنا الوذر جنريتر داتا يوزر تضغط عليها مرتين تروح على هذا الخيار منه تسلكهن تختارهن كلهن مثل ما نقول احنا راح تلغيهن هذا الخيار من هنا من هذا عفوا هذا الخيار هذا هنا تلاحظ هذا الخيار تضغط هذا الخيار شو تقول له؟ تقول له ديليت ريكورد امسح لي كل هاي التسجيلات الموجوده هاي مجرد تسجيلات يعني مثل ما نقول جايه وي داتا البرنامج الاصلي والا انا ما احتاجها هي نفسها فهسه هاي نقولها ديليت فهسه تلقائيا نحول الملف من هنا نضغط على هذا الملف بعد ما نسلكه تلقائيا بس هالشكل هذا الخيار يتسلك كله نقول له ديليت ريكورد نمسح كل الريكورد راح يمسحها Do you want to delete for record نقول له يس بعدين نضغط على نفس الملف نقول له بيست راح يسويهم بيست بيست المن Are you want to waste 19 recorder اللي هنا 19 station اقول له يس هسه تلقائيا خلاص هو سيفهم هنا هذا منين جبتهم انا ذن الملفات؟ جبتهم من هذا الملف اللي موجود هنا الاكسس اللي انا سويته هسه خلاص برنامج الاركسوات عندي الداتابيس الاصليه اللي منصبه بحاسبتي
واللي معرفه هذا الفيرجن الخاص بها اللي عن طريقه سابقا عرفنا اللاند كفر واللاند يوز ونصبنا الويندو خاص بهن كلها منا لازم نعدل. ليش؟ لان انا بكل الاحوال كل الاحوال احتاجهن هنايا، هنا احتياج يكون الهن هو المعيار الرئيسي. فهسه نجي هنا ايضا نفس الانفورميشن خاص بي، بعد ما كملناهن نروح نضغط على هذا الملف الاكسس اللي سويناه انه نغلق تلقائيا، نقول له سيف وتغلق يعني عادي بشكل نورمال. هاي انغلق، نحفظ اخذ الملف خاص بي، هاي هي. هسه نروح على هذا الاكسس اللي سويناه احنا نغلقه، طبعا راح يطلبها انه نسيبه، نعم نسيبه، ممكن نستفاد من عنده، ممكن انت هاي البيانات سويتها مثل ما نقول وتعبت عليها، فانا سميتها بهذا الملف اللي هو كان دبل الوذر جنريتر داتا، سميتها بهذا الملف حيخزن لي اياها ضمن هذا الديكومنت. اوكي خزن لي اياها. انه هذا الملف يعني هو موجود بالضبط، هل تريد انه تبدله؟ نعم، يعني عدلت انا عليه، سويت تعديلات. فبعد ما اجريت هاي التعديلات انه اوكي يس، بعد ما خزنها خلص هاي انتهت البرنامج. هسه نقدر اني بعد ما سويت كل هذه الامور هسه تلقائيا لو افتح منها فايل واروح على الاوبن خاص مننا وافتح ارجع المن ارجع بالضبط لل الـ الـ احنا شلون نسميها يعني الاوامر الخاصه بالارك سوات. احنا كملنا الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، فهسه اذا اروح اني افتح تلقائيا برنامج سوات، العفو بس انه ملف كان لانه الفولدر الخاص بالديسكتوب مليان، فهذا السوات هسه اذا فتحته اني تلاحظون مجرد ما افتحه انا مكمله الخطوات الاولى اللي هي سوات بروجكت سيت اب، ومكمله الووتر شيد ديلينيشن، كل هالفيديوهات موجوده، وشو كيفيه تحضير البيانات، وكملت الهيدرولوجيك ريسبونس يونت وفيديوهاته كامله. وصلنا الى الفيديو اللي راح يكون خاص، فتلاحظ هنا هسه احنا كملنا الهيدرولوجيك ريسبونس، وصلنا للرايت انبوت تيبل. هاي الخطوه ما اقدر اني اسويها وادخل بيها اذا ما مسوي هذا الفيديو، فضروري جدا انه يعني حاول نلقى عنوان كيفية تعريف ملفات او بيانات الوذر داتا الى برنامج الارك سوات. هالشكل راح يكون يعني احاول انه يكون تعريفه، فما اقدر ادخل اني ها الى خطوة الوذر ستيشن. هسه من اريد ادخل عليها واريد اعرف واقول له انه هسه وذر جنريتر داتا اختار لي شنو، قلنا انه الوذر جنريتر داتا يوزر. هذا من الامور ما يخسرنا صراحه، يخسر تقريبا امريكا الشماليه وهاي سولفنا عنهن، يعني هن ممتلكات البرنامج الاصلي. بعدين هسه نروح للرينفول داتا، من اعرفه اقول له اعطيني انطي رين جيج. هاي راح نسويها محاضره وحدها ان شاء الله حتى ما انه تصير المحاضره كلش طويله. فهذا الفولدر ما اقدر ادخل لاني واتعامل به اذا ما مسوي محاضره هذا اليوم اللي ناقشناها تقريبا، ما اعرف ايش قصار من بيت الفيديو. ان شاء الله تكون هذه المحاضره مفيده. طبعا خلاصه عمل تقريبا 15 يوم، يعني مرات اغلب الامور تكتشف بعد ما ان واحد يضيع او يعني ياخذ وقت بالسيرش كثير جدا. ومثل ما نوهتكم مسبقا انه اللينك الخاص بي راح اترك لكم هذا اللينك هنا، مجرد ما انت تدخل عليه تدخل على هذا جروب جيميل موجود خاص بالسوات وذر داتابيس، تدخل على هذا اللينك تلقائيا وتحمله منه، لان هو يقول لك اللينك السوات وذر داتابيس تول، يمكنك ان تحمله من هذا اللينك تلقائيا تحمله منه. هذا اسهل طريقه حتى تحمل من عندها، وتقدرون تستفادون ايضا من هذا الجروب يفيدكم للمستقبل. ان شاء الله التقيكم بمحاضرات قادمه، دمتم بامان الله وحفظه.